السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. أهلا بكم مشاهدين وتتابعون في النشرة. الوزير الأول عبد العزيز جراد يصدر تعليمة إلى وزير الصحة تقضي بتكثيف حملة التلقيح عبر التراب الوطني ابتداء من يوم غد، ويذكر بضرورة احترام المعايير والأولوية المحددة في مجال التلقيح من قبل اللجنة العلمية وسلطة الصحة المؤهلة. الفريق سعيد شنقريحة يؤكد أن الجزائر تمكنت من مواجهة وإفشال المخططات والمؤامرات المنفذة عبر الفضاء السبيراني، وأن مهمة الحماية والتأمين والدفاع عن هذا الفضاء هي مسؤولية جماعية خلال افتتاح أشغال الملتقى حول الأمن والدفاع السبيراني. وفد برلماني عن مجلس الأمة يشارك بطهران في اجتماع حول موضوع استخدام الإمكانيات الدبلوماسية البرلمانية لدعم الشعب الفلسطيني. الهلال الأحمر الجزائري يبحث رفقة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين آليات التخفيف من المعاناة الإنسانية بفلسطين. الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان تدرك يومها الرابع بتجمعات ولقاءات جوارية لاستمالة الناخبين والدعوة إلى المشاركة القوية في هذا الاستحقاق. وفي الذكرى العشرين لتأسيس الشركة الجزائرية للطاقة، وقفة عند إنجازات الشركة والحقل البترولي تي اف تي بورقلة يتدعم بتقنية جديدة بهدف رفع حجم الإنتاج. أصدر الوزير الأول تعليمة إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تقضي بالقيام ابتداء من يوم غد الاثنين بتكثيف حملة التلقيح عبر التراب الوطني، ولهذا الغرض وإذ ألح على الحفاظ على الإطار التنظيمي واللوجستي الذي وضع بموجب القرار الوزاري رقم 2 المؤرخ في 25 جانفي 2021، فقد ذكر بضرورة احترام المعايير والأولويات المحددة في مجال التلقيح من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والسلطة الصحية المؤهلة. فضلا عن ذلك يجب أن يتم بذل مجهود إضافي على مستوى الولايات التي تشهد ارتفاعا في حالات العدوى. أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم على عدم التسامح مع أي نوع من الأذى يستهدف المرأة الجزائرية أو شرفها، معتبرا في ذات الوقت عن غضبه حيال الأفعال الإجرامية المعزولة ضد المرأة في بعض المناطق. وكتب الوزير الأول على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: المرأة الجزائرية هي المجاهدة والمربية والسياسية والفنانة والمعالجة، هي الأم، هي الزوجة والأخت والبنت والرفيقة، حاضرة في الوعي الجمعي الجزائري بكل قداستها، مسجلا بالمناسبة غضبه حيال الأفعال الإجرامية المعزولة ضد المرأة في بعض المناطق والتي لا تمت بصلة لأصالة وقيم المجتمع الجزائري. هذا وأكد الوزير الأول في هذا السياق قائلا: لن نتسامح أبدا مع أي نوع من الأذى الذي يستهدف جسدها أو شرفها، وأمرنا بتجديد الحراسة على الإقامات المعزولة ومعاقبة كل من يجرم في حق المقيمات ويمس بسلامتهن أو طمأنينتهن. وتابع جراد مشددا: نواصل دعمنا لضمان المكانة التي تليق بالمرأة الجزائرية ولحقها في الحياة العامة ولحمايتها في الفضاءات العمومية لتساهم بكل ما تملك من شجاعة وقوة في تشييد الجزائر الجديدة. وخلص جراد في القول: إننا لن ندخر أي جهد لتجريم كل أشكال العنف التي يطال المرأة أو صورتها وعبر أي وسيلة. وللتذكير، كان 9 معلمات في الطور الابتدائي قد تعرضن الثلاثاء الماضي إلى اعتداء جسدي وعملية سطو بالعنف على سكنهن الجماعي بمدينة برج باجي مختار بعد اقتحامه من طرف عصابة أشرار.
في إطار ترقية وتطوير الأمن والدفاع السيبراني في الجيش الوطني الشعبي، تنظم دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي اليوم وغدا بالنادي الوطني للجيش ملتقا بموضوع الأمن السيبراني والدفاع السيبراني، رهانات وتحديات على ضوء التحولات الجديدة المتعددة الأبعاد. المزيد مع زكريا مهوبي. أشرف على افتتاح أشغال الملتقى السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وحضره وزراء كل من الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الاتصال، التعليم العالي والبحث العلمي، الرقمنة والإحصائيات، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والمدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، علاوة عن الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة، وقادة القوات والدرك الوطني، وقائد الناحية العسكرية الأولى، ورؤساء دوائر ومديرون ورؤساء مصالح مركزية. الملتقى ينشطه أساتذة جامعيون وأخصائيون وطنيون مدنيون وعسكريون بغرض تسليط الضوء على مختلف جوانب هذا الموضوع الهام. في البداية ألقى السيد الفريق السعيد شنقريحة كلمة افتتاحية أكد فيها أن مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي قد أصبحت ملاذا آمنا لشبكات إجرامية منظمة معروفة بحقدها وكراهيتها للدولة الجزائرية، والتي ما فتئت تشن حملات تحريضية بغرض ضرب استقرار بلادنا وزرع الفتنة بين أفراد الشعب الواحد. في نفس السياق عرفت بلادنا الجزائر العديد من الهجمات السيبرانية التي استهدفت مواقع حكومية وأخرى تابعة لمؤسسات اقتصادية وحيوية استراتيجية، وازدادت هذه الهجمات حدة وكثافة في الأونة الأخيرة مع خروج بلادنا من أزماتها ودخولها مرحلة بناء الجزائر الجديدة التي سطر معالمها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، كما شكلت مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ميلاذاً لشبكات إجرامية منظمة معروفة بحقدها وكراهيتها للدولة الجزائرية المشهود لها بمبادئها الثابتة وقيمها الإنسانية النبيلة وثورتها التحريرية الفريدة من نوعها في التاريخ، لتشن حملات تحريضية تهدف من خلالها إلى ضرب الاستقرار وزرع الفتنة بين أفراد الشعب الواحد. وباتت اليوم واضحة غايات محاولات التلاعب وبث الرسائل الدعائية وتسويق الأفكار الهدامة من طرف تلك الشبكات خدمة لأجندات خبيثة أضحت مكشوفة للجميع. لكن وبفضل وعي مواطنينا وتجند جميع الهيئات المختصة في الأمن السيبراني، تمكنا من مواجهة وإحباط كل هذه الهجمات وإفشال جميع المخططات والمؤامرات المنفذة عبر الفضاء السيبراني. السيد الفريق أشار إلى أن مهمة حماية وتأمين والدفاع عن فضائنا السيبراني هي مسؤولية جماعية تضمن من خلال استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني يتعين أن ينخرط فيها الجميع. كما لا يفوتني أن أؤكد على أن مهمة حماية وتأمين والدفاع عن فضاء السيبراني هي مسؤولية جماعية تضمن من خلال استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني، يتعين أن ينخرط فيها الجميع بداية من المواطن
من خلال وعيه بالمخاطر التي ينضوي عليها هذا الفضاء وتقيده الصارم بالإجراءات السليمة عند استخدام الوسائل التكنولوجية، فضلاً عن الدور المختصين في هذا المجال عبر المساهمة بخباراتهم وآرائهم في إنجاح الاستراتيجية الوطنية وصولاً إلى المسؤولين على كل المستويات، مع الحرص الدائم على التكيف مع التحولات السريعة للفضاء السيبراني وتوفير الحلول اللازمة سواء الاستباقية أو العلاجية الكفيلة بحماية رصيدنا المعلوماتي من جهة، والحفاظ على حقوق وحريات مواطنينا من جهة أخرى. تواصلت فعاليات هذا الحدث العلمي بإلقاء محاضرات قيمة من قبل أساتذة جامعيين ومختصين مدنيين وعسكريين، تمحورت في مجملها حول معالجة مختلف المقاربات المعتمدة في هذا المجال وتبادل الآراء حول الرهانات الناجمة عن الأشكال الجديدة للتهديدات السيبرانية. في التعاون تراس أمس وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم اجتماعا وزاريا لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، تناول الصعوبات التي تواجهها دول القارة لاقتناء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وتداعيات هذا الأمر على الأمن الإنساني في إفريقيا. كما ناقش الاجتماع سبل ضمان تزويد جميع الدول الإفريقية بهذه اللقاحات والتعافي من الآثار السلبية التي أفرزتها الجائحة. الاجتماع وإلى جانب عدد وزراء خارجية الدول الأعضاء شهد مشاركة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى في مختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي على غرار مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص لوكالة الأدوية الإفريقية أما. المشاركون ثمنوا ومبادرة الجزائر في عقد هذا الاجتماع الهام، معبرين عن قلقهم إزاء التوزيع غير المنصف للقاحات على الصعيد العالمي وعدم إتاحتها لجميع الدول بشكل منصف وعادل كما هو الحال في القارة الإفريقية التي تشهد تأخرا في حملة التطعيم ضد الفيروس، بالإضافة إلى الأزمات والنزاعات المسلحة. وبالمناسبة أكد وزير الشؤون الخارجية صبري قدوم ضرورة حصول البلدان الإفريقية على جرعات من اللقاحات تتناسب مع نسبة الكثافة السكانية بها وعدم التحيز في توزيعها. بتوجيه من رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل، يشارك غدا وفد برلماني عن مجلس الأمة في فعالية الاجتماع الاستثنائي للجنة شؤون فلسطين باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة الشورى الإسلامية الإيرانية بطهران. ويتضمن جدول والأعمال مناقشة موضوع استخدام الإمكانات الدبلوماسية البرلمانية لدعم الشعب الفلسطيني المضطهد ووضع نهاية فورية للمذبحة والإبادة البشرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني. وبمبادرة من الهلال الأحمر الجزائري، تم إطلاق حملة وطنية للتبرع للشعب الفلسطيني، حيث تم اليوم تشكيل لجنة متابعة للمبادرة تضم الاتحاد العام للعمال الجزائريين والكشافة الإسلامية ومختلف الاتحاديات والمنظمات الوطنية والشركاء الاجتماعيين. والمتابعة لنجوى الأخضر قريقة. مبادرة الهلال الأحمر الجزائري في جمع التبرعات تؤكد التضامن الكامل للشعب الجزائري مع شقيقه الفلسطيني. اتفقنا على مسعى هو الاستجابة إلى انشغالات الهلال الأحمر الفلسطيني. وفرنا ما يفوت 4 ملايين دينار جزائري، بالإضافة إلى 60 طن من المواد الغذائية، وما هي إلا بداية، لكن بفضل مجموعة المتابعة والعمل الجماعي أنا متأكدة أننا سنستطيع أن نساهم في تخفيف المأساة على هذا الشعب الشقيق. أليس غريبا على الجزائر أن تقف هذا الموقف القومي
الإسلامي الإنساني مع الشعب الفلسطيني. هذا الموقف الذي جسدته الكثير من الأحداث والمعطيات. يشارك الاتحاد العام للعمال الجزائريين في هذه الحملة التضامنية من أجل المساهمة بكل ما يكسب من قوة وبكل ما يكسب من إمكانيات. لما نقرأ الشيء اللي يحدث في هذه الأيام الكثير، صحيح ننظر من جانب الإنساني لما يتعرض له إخواننا في فلسطين وما تتعرض له مقدسات الأمة، لكن يعني في القدس وفي المسجد الأقصى، لكن في نفس الوقت نقرأ القراءات الأخرى بأن أهداف الاحتلال وأهداف الكيان لم تتحقق. الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون لم يتأخروا في تلبية نداء الواجب الإنساني. شيء عادي أن نتواجدوا اليوم معكم ونجندوا ونعملوا في الميدان لإعانة، أقل شيء يعني هذا مسؤولية. الشيء الوحيد اللي يجمع بيننا في القضايا الوطنية والقضايا الدولية هي قضية فلسطين، هي اللي توحد الشعب الجزائري ووحدتنا منذ زمن بعيد. فرسالتي أيضا إلى كل طلبة الجزائريين بأن يشاركوا بقوة في دعم هذه المبادرة الجد مهمة. أؤكد أن كل أطباء، كل عمال ومهني قطاع الصحة يقفون وقفة رجل واحد مع القضية الفلسطينية. هبة جزائرية عودنا عليها الهلال الأحمر الجزائري، خاصة في مثل هذه الظروف التي تعيشها فلسطين. وفي مستجدات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تتواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، حيث قامت وحدات الكيان الصهيوني مجددا باقتحام باحات المسجد الأقصى فجر اليوم والاعتداء بالضرب على الوافدين لأداء صلاة الفجر إلى جانب سلسلة من الاعتقالات والمداهمات. تقرير توفيق عليلي. اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم باحات المسجد الأقصى واعتدوا على المصلين، كما اعتقلوا أحد حراس المسجد. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال فرضت تشديدات غير مسبوقة على أبواب المسجد ودققت في هوية المصلين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال أخلت محيط المسجد من المصلين وانتشرت داخله وفي محيطه من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. وفي السياق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأمام سياسة الاستفزازات هذه والتصعيد الإسرائيلي، أعربت السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم في بيان لها عن امتعاضها مما يحدث في القدس وتحديدا في المسجد الأقصى، محذرة المجتمع الدولي من العودة إلى نقطة البداية إذا ما استمر اقتحام المسجد الأقصى بهذا الشكل واعتقال أصحابه. تجدر الإشارة إلى أن وقفا لإطلاق النار كان أبرم قبل يومين من أجل عودة الهدوء إلى القدس والأراضي الفلسطينية ووقف العنف والقصف الذي استمر لثلاثة أسابيع أو يزيد على قطاع غزة. في موضوع آخر وفي حوار خاص به سهم ميديا، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر أن مصالح وزارة الصناعة تعمل بالتشاور المتواصل مع الخبراء والمختصين على إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد في إطار رؤية استراتيجية جديدة لترقية الاستثمار. بخصوص اللقاح المضاد لكوفيد-19، كشف بالحيمر أن مصالح وزارة الصناعة الصيدلية قد اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسهيل إنتاج لقاح سبوتنيك الروسي، وأن مجمع صيدال سيتكفل بالإنتاج. بخصوص الإجراءات الجديدة لرفع الأجور والقدرة الشرائية للمواطن، ذكر بالحمر بأن مبادرة رئيس الجمهورية لرفع الحد الأدنى للأجور وإعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الأعباء الجبائية جاءت رغم الضائقة المالية التي تمر بها البلاد على غرار العديد من دول العالم جراء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، مؤكدا أن السلطات العمومية أبقت على الدعم الاجتماعي رغم صعوبة الظرف.
وحول دعم إنشاء المواقع الإلكترونية، أوضح وزير الاتصال أن الهدف هو بلوغ 100 موقع إلكتروني مواطن في الجزائر قبل نهاية هذه الصائفة، وأن أحكام المرسوم التنفيذي الصادر بهذا الخصوص هو المعيار الوحيد المعتمد لتسجيل هذه المواقع، مضيفا أن ما هو موجود بالجزائر من مواقع إلكترونية يعد قليلا جدا مقارنة برؤية القطاع ومقارنة ببعض الدول التي تمتلك ترسانة من المواقع الإلكترونية التي أصبحت من أدوات الحرب الناعمة لزعزعة أمن واستقرار الدول والجماعات، وما تتعرض له بلادنا من حرب إلكترونية قذرة ومنظمة خير دليل على ذلك. وبخصوص ملف استيراد وتصنيع السيارات، قال بالحيمر إن الحكومة عملت على إعادة النظر في تنظيم نشاط وكلاء السيارات من خلال مرسوم تنفيذي من أجل تخفيف الوثائق المطلوبة وتسريع وتيرة دراسة الملفات للتمكن من استيراد أكبر عدد من المركبات في أقرب الأجال وبأقل تكلفة. في إطار سلسلة جلسات العمل الثنائية مع المنظمات النقابية المبرمجة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والمخصصة لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص والقضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع، التقى وزير التربية الوطنية محمد وجعوط أعضاء المكاتب الوطنية لكل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي والنقابة الوطنية لمشرفي التربية وكذا النقابة الجزائرية لعمال التربية. ومهما يكن من أمر فإن وزارة التربية الوطنية تجدد استعدادها على دراسة ومعالجة ذات الإشكاليات بصفة تدريجية ومتوازنة، وهي على أتم الاستعداد لتدوين كل اقتراحات الشركاء الاجتماعيين في هذا المجال. وزارة التربية الوطنية والدولة لن تتوانى لتوفير جميع الشروط المادية وضمان الشروط المعنوية لجعل هذا الأستاذ وهذا المعلم له المكانة في المجتمع. وعلى هامش اللقاء أعرب وزير التربية الوطنية عن تضامنه المطلق مع المعلمات اللواتي تعرضن للاعتداء في بوجبج مختار وبسكرة. أتضامن بكل ما أملكه من قوى ومن قناعة راسخة فيها بالأستاذات اللواتي تعرضن الاعتداء الشنيع والغير المقبول ببرج باجي مختار، وكذلك التعدي الغير المقبول واستنكره بالأستاذات ببسكرة. واليوم فيه لجنة وزارية رفيعة المستوى متواجدة اليوم صباحا وعلى رأسها المفتش العام على مستوى برج بادي مختار، وقد اتخذت إجراءات مباشرة يوم الأربعاء بالنسبة للأستاذات المتواجدات في برج بادي مختار، وستتبعها إن شاء الله إجراءات أخرى. وأنا على يقين أننا فعلا كلنا مسؤولون، لكن لابد أن نكون على مستوى الوعي. وعلى خلفية الحادث أوفد وزير التربية الوطنية إلى برج باجي مختار لجنة خاصة للوقوف على حيثية الاعتداء على المعلمات. تواجدنا اليوم في هذه الولاية كان بأمر من السيد وزير التربية الوطنية. وهو حريص كل الحرص على الوقوف بجانب أخواتنا الأستاذات اللائي تعرضن إلى هذا الاعتداء البشع والشنيع والجبان الذي نشجبه وندد به بكل قوة، و نستنكره لأن الضحايا من محترفات
مهنة الشرف المتمثلة في تربية الأجيال، في تربية الأجيال مضحيات في سبيل أداء رسالة التعليم الشريفة. كما نقف أيضا إلى جانب الأسرة التربوية بالولاية ككل، ونعبر لهم عن مواساتنا لما أصاب الأستاذات الفضليات. ووجودنا كذلك أيضا في هذه الولاية يمكننا من فتح حوار جاد مع النقابات المحلية على غرار ما هو جار في الجزائر مع النقابات الوطنية. في إطار عصرنة أساليب التأثير القضائية التي انتهجتها وزارة العدل بهدف تسهيل عمل المحامين وتحسين نوعية العدالة، نظم أمس بمقر مجلس قضاء الجزائر لقاء إعلامي مع ممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. وتم خلال هذا اللقاء التطرق بالتفصيل إلى أهم محتويات مشروع هذه الأرضية الرقمية المستحدثة، حيث انتهت وزارة العدل من إعداد النصوص الخاصة بتفعيل الأرضية الجديدة حتى يتسنى للمحامين مستقبلا إجراء عملية التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات انطلاقا من أي مكان عبر التراب الوطني دون التنقل إلى الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع. وتم خلال هذا اللقاء أيضا وفي إطار ضبط كيفية دفع المستحقات المالية لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني للمحامين الإعلان عن إشراك مؤسسة بريد الجزائر، وسيتم تعميم العملية لاحقا مع كافة المؤسسات المصرفية إلى جانب التكفل في إطار الأرضية الرقمية الجديدة بكافة المراحل بدءا من الدفع الإلكتروني إلى غاية التسجيل ثم التبادل الإلكتروني للعرائض. في تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد سجلت 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات، فيما تمثل للشفاء 138 مريضا خلال 24 ساعة الأخيرة حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. تتواصل الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان في يومها الرابع، حيث يسعى المشاركون من خلال تنظيم تجمعات شعبية ولقاءات جوارية مكثفة إلى استمالة الناخبين وتحسيسهم بضرورة المشاركة القوية في هذا الموعد الانتخابي واختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني. ومسايرة لمجريات الحملة الانتخابية، أعدت إذاعة الوادي برامج وحصصا وفضاءات لتوعية المواطن بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق، تجسيدا لدور الإعلام الجواري في ترسيخ حس المواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع وجعلهم في صلب الحدث. تقول سمية مزور. إذاعة الجزائر من الوادي تواكب الحدث الانتخابي تشريعيات 12 جوان ضمن فضاءاتها الأثيرية. تزامنا ومرافقة للحملة الانتخابية أعدت برنامجا خاصا حصص والأركان وكذلك كل الأعمال التي نرافق بها الحملة الانتخابية هي بالأساس لمرافقة ساكنة الولايتين، ولايتي الوادي والمغير، وكذلك جعلهم في صلب الحدث وجعلهم في مستوى الحدث الوطني. إذاعة الوادي بطاقمها الشاب التزاما منها بتقديم خدمة عمومية لساكنة الوادي وجعلهم في صلب الحدث من خلال إعداد خارطة برامجية متكاملة تسير مجريات الحملة الانتخابية. قمنا بتحضير طاقم صحفي لتمثيل الولايتين سواء ولاية المغير أو ولاية الواد، وتم توزيع المهام بين الطاقم الصحفية لأن في تغطيات لرؤى أحزاب، في تغطيات لقوائم انتخابية. طاقم الإذاعة سواء قسم الأخبار أو قسم الإنتاج والقسم التقني كلهم مجندين لإنجاح هذه العملية. تشريعيات 12 جوان القادم تشكل فرصة للتغيير، وجب اغتنامها بالمشاركة القوية والاختيار الحسن لممثلي الشعب بقبة البرلمان. وصد الحملة الانتخابية لمرشحي الأحزاب والقوائم الحرة يلقى التفاعل المطلوب وسط مواطني تمنرس في انتظار معرفة أكثر لبرامج المترشحين، والمتابعة لرب أحمدوي.
التواصل بالغير في انتظار تواصل المرشحين بهم من الأحزاب والقوائم الحرة المتنافسة على المقاعد الثلاثة في حملة انتخابية صدها متوقع أن يلقى التجاوب المطلوب في قادم الأيام. وإن شاء الله مع التغيير الجديد ومع الإجراءات الجديدة نتاع الانتخابات إن شاء الله تكون فيها خير، وننتظر من النواب زعما يخدموا الخدمة نتاعهم، ما كان لاش زعما يروحوا لنا البرلمان ولا ما نزيدوش قاع نسمعوا به. برنامج تاع كل مترشحين يكون يقنع الفئة اللي هي المجتمع المدني، ويقنع الفئة اللي خاصة الفئة اللي في المداشر والفئة اللي في القرى، لأنه إن هذا يدل على شيء يدل أنه هو راح يمثل الشعب. إن شاء الله في التغيير هذا إن شاء الله ناس ذو كفاءات، وهم اللي لحقوا أصوات الشباب وهم اللي لحقوا الشباب. الحدث السياسي بامتياز بإسقاطات اقتصادية اجتماعية ثقافية وتنموية، انشغالات تتفاوت في الحجم والطرح وتتقاطع في مسألة الاستماع للأفكار والبرامج. أنهم يقدموا البرامج ويوضحوا للناس، يعطوهم نظرة اللي تخلي البلاد تنوض والبلاد تزدهر. وهذه فرصة ما تتعوضش للمشاركة في صنع القرار، خاصة أن يعني الولايات نتاعنا تمرست والولايات الحدودية راهي مقبلة على تحولات كبيرة، من ضمنها يعني الجانب الاقتصادي، هي البوابة كونها بوابة إفريقية. الإبقاء على المسافة الواحدة بين المترشحين هو من باب التمكين لتكافؤ الفرص لحضور التجمعات للاستماع لصوت العقل لا العاطفة يوم الانتخاب. في قطاع الطاقة وبالمنطقة الصناعية البتروكيماوية بيرزي، وفي ذكرى العشرين لتأسيس الشركة الجزائرية للطاقة، تم تنظيم لقاء حول إنجازات الشركة في مجال تحلية المياه والمشاريع المستقبلية. المزيد مع خضر شيكر. 20 سنة من التواجد للشركة الجزائرية للطاقة رافقتها تحديات كبيرة في مجال تأمين المياه الصالحة للشرب عن طريق التحلية، بإنجاز 11 محطة على طول الشريط الساحلي بقدرة إنتاج تقدر ب2.1 مليون متر مكعب يوميا. مع شح المياه وشح الأمطار هذه لازم نتجه لهذه الاستراتيجية، لأنه مشروع استراتيجي لازم نتوجه في البحر ونفعل. عندنا 1200 كيلومتر في الساحل نستغلوه استغلالية رشيدة، باش تكون عندنا حتى عندنا الطموح أن ندخلوا مياه البحر حتى على عمق 100 كيلومتر في الداخل البلد الجزائري. وفي ذكرها 20 مشاريع أخرى مسطرة، والهدف بلوغ 50% من احتياجات المياه الصالحة للشرب مع أفاق 2030. من قدرة الإنتاج تاع محطات تحلية المياه ومشاركتها في العرض الوطني للمياه من 17% إلى 50%. عندنا مجموعة من المشاريع اللي راح نقوموا بها في القريب العاجل، منها محطة تحلية المياه البحر في الطارف والجزائر الغرب، وكذلك صيانة محطة سوق 3 بالغرب. إن شاء الله في هذا إذا بإنجاز هذه المشاريع راح نغطي الطلب، يعني اللي هو في حالة قصوى في المرحلة هذه، وإن شاء الله راح نستمر في إنجاز مشاريع أخرى. إحياء المناسبة جرت فعالياتها بأول محطة تحلية تم إنجازها كهرباء بالمنطقة الصناعية بأرزيو. ودعما للإنتاج الطاقوي تعزز الحقل البترولي TFT بورقلة بتقنية جديدة لإنتاج البترول الخام. المزيد مع أحلام قلمامش. صنفت ثاني منطقة إنتاج للبترول الخام بعد حاسم سعود، والذي تراوح بين 45 إلى 50 ألف برميل يوميا، هي TFT. بلس إن كاباسيتي دو برودكسيون de 4.4 مليون متر كوب دو غاز اللي نستعملوه للغاز ليفت لمساعدة الآبار للإنتاج، إن بارتي كوميرسياليزي اللي فيها مليون نبعثوه للكوميرسيال. ضمن استراتيجية مجمع سوناتراك لتطوير وزيادة الإنتاج، حقل بئر الهدى رقم 6 الجاري العمل على تجهيزه بتقنية البيم بامب. رانا نستعملوها مؤخرا مع ليبوي افابل دي بي، لقيناها يعني تقنية ناجعة جدا. بين 200 حتى 250 بئر اللي تشتغل يوميا اللي تساهم في هذا القدرة الإنتاجية تاع البترول. هنا بهذه الوحدة يتم استقبال جميع غازات حقل تنفوي تابنكورت، أين تتم عملية معالجتها وضغطها. غازات المفصولة تبعث إلى الوحدة هذه، رفع الضغط من 6 بار إلى 80 بار لكي نعيد
لكي نعيد بعض الغازات هذه في الآبار. Donc cette quantité de gaz, donc on va la traiter. On va la comprimer, la déshydrater, nous avons le mal, la traiter, nous avons les gazettes, les mukattafa, les condensats, et la recomprimer à 80 bar pour l'évacuer. Hasser mal. ليبقى الحقل البترولي TFT واحدا من أبرز المحطات التي تساهم في رفع الإنتاج الوطني للمحروقات. تحذيرا لموسم الاصطياف انطلقت اليوم حملة تطوعية واسعة لتنظيف طريق مدخل مدينة بجاية. المزيد مع هشام بوميدة. هذا الطريق بمدخل مدينة بجاية تسلكه شاحنة عديدة لمروره بميناء المدينة الهام، فوجب تنقيته وتنظيفه لتسهيل حركة النقل به. أخذنا اليوم هذه المبادرة باش نقوم بتنظيف وتنقية كل هذا الطريق اللي كما تفضلت هو المدخل الرئيسي لمدينة بجاية. العملية متواصلة يعني في ظروف يعني حسنة، النتائج الملحوظة بدأت تبان، وهذه العملية يعني دوريا نقوم بها، ودخلنا حتى اليوم يعني تنقية هذا الواد الكبير اللي خرج يعني الفضلات تاع كل المنطقة الصناعية والمنطقة يعني لاريير بور دو لا فيل دو بجاية. العملية يشارك بها حوالي 300 عامل من قرابة 30 مؤسسة مع إشراك جمعية المجتمع المدني. جودو كان كلوب جي ام بي توت ليكيب انا دي نو سوم نو سيت كون فولونتاريا اون فان نيتوي تو تو سا اون فانتان بيرسون دي وسام دونك نيتوي ديك الجايه ان شاء الله. سيت اوبيراسيون انا سمعت توزع عبر التراب الوطني ان شاء الله. هي عملية تطوعية دورية تدخل أيضا ضمن التحضيرات لموسم الاصطياف ببجاية. بالعودة إلى قطاع الطاقة، أكدت شركة سوناتراك في بيان لها أن الحريق الذي نشب اليوم الأحد على مستوى محطة الضخ للغاز GR5 التابعة لمنطقة حسيرمل لم يكن له تأثير على استمرارية الاستغلال، وتم السيطرة عليه دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية. وأوضح ذات المصدر أنه إثر نشر معلومات غير دقيقة حول حدوث حريق بمنشآت على مستوى محطة ضخ للغاز GR5 التابعة لمنطقة حسيرمل، تعلم سوناتراك أن هذا الحريق نشب يوم 23 مايو 2021 على الساعة 1:40 على مستوى منشأة في حالة صيانة، وتم السيطرة عليه في ظرف نصف ساعة بفضل التدخل السريع والمحكم لوحدات سوناتراك المدربة على مثل هذه الحالات. في الشأن الصحراوي، عبر المشاركون في الندوة الافتراضية الإفريقية اللاتينو أمريكية الكاريبية للتضامن مع الشعب الصحراوي عن دعمهم القوى لجبهة القوي لجبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في كفاحهما لاستعادة وممارسة سيادتها على كامل أراضي الصحراء الغربية. كما دعا المشاركون إلى المساهمة الفعالة في الاجتماع الأول للتضامن ثلاثي القارات مع الشعب الصحراوي لوضع حد للآثار الأخيرة للاستعمار في إفريقيا، والذي سيعقد بالجزائر في ديسمبر المقبل. هذا وفندت وزارة الخارجية الإسبانية مجددا مزاعم ومغالطات النظام المغربي الرامية إلى المساس بصورة رموز الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على رأسهم الرئيس إبراهيم غالي، فيما أكد الوزير الأول الصحراوي أن كل سياسات ومؤامرات المحتل المغربي تبددت أمام عدالة القضية الصحراوية. ميدانيا، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت مواقع تخندق قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة على طول الجدار الرملي حسب البيان العسكري رقم 192. في بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي مينوسما، اعتبرت الوساطة الدولية خلال اجتماع عقدته لمناقشة حالة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي أنه على الرغم من بطء ديناميكية السلام إلا أن تنفيذ الاتفاق سجل تقدما كبيرا. كما دعت الوساطة الدولية الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى العمل للحفاظ على الإنجازات ومضاعفة الجهود في إطار التشاور بين الماليين للتوصل إلى حلول ملائمة للمسائل المتبقية.
ويؤكد الماليون أنفسهم إنجاز الكثير في مجال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي بفضل المرافقة الدائمة للوساطة الدولية التي تقودها الجزائر عبر لجنة متابعة تطبيق الاتفاق التي لم تدخر جهدا للحفاظ على توازن هذا المسار. في الرياضة، تأهلت شبيبة القبائل إلى الدور نصف النهائي لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم رغم تعادلها أمسية اليوم بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو مع النادي الصفاقسي التونسي بهدف لمثله. وسيواجه ممثل الجزائري في المربع الذهبي كوتون سبور الكاميروني ذهبا يوم 20 جوان وإيابا يوم 27 جوان. بالتوفيق لأجياس. كان نهاية النشرة وتابعتم فيها. الوزير الأول عبد العزيز جراد يصدر تعليمة إلى وزير الصحة تقضي بتكثيف حملة التلقيح عبر التراب الوطني ابتداء من يوم غد، ويذكر بضرورة احترام المعايير والأولويات المحددة في مجال التلقيح من قبل اللجنة العلمية والسلطة الصحية المؤهلة. الفريق السعيد شنقريحة يؤكد أن الجزائر تمكنت من مواجهة وإفشال المخططات والمؤامرات المنفذة عبر الفضاء السيبراني، وأن مهمة الحماية والتأمين والدفاع عن هذا الفضاء هي مسؤولية جماعية خلال افتتاح أشغال الملتقى حول الأمن والدفاع السيبراني. وفد برلماني عن مجلس الأمة يشارك غدا بطهران في اجتماع حول موضوع استخدام الإمكانيات الدبلوماسية البرلمانية لدعم الشعب الفلسطيني. والهلال الأحمر الجزائري يبحث رفقة شركاء الاجتماعيين والاقتصاديين آليات التخفيف من المعاناة الإنسانية بفلسطين. والحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان تدرك يومها الرابع بتجمعات ولقاءات جوارية لاستمالة الناخبين والدعوة إلى المشاركة القوية في هذا الاستحقاق. في الذكرى 20 لتأسيس الشركة الجزائرية للطاقة، وقفة عند إنجازات الشركة والحقل البترولي TFT بورقلا يتدعم بتقنية جديدة بهدف رفع حجم الإنتاج. بعد قليل يلقاكم الزميل بدر الدين عباسي في النشرة الخاصة بالحملة الانتخابية. السلام عليكم وإلى اللقاء. شكرا لكم على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.